شباب. معانا على الهاتف سيادة الوزيرة الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير، اهلا بحضرتك يا فندم. ويعني تسمحي تفهمينا اكتر او تشرحي للمواطن كده ببساطه عن هذه الاتفاقيه، ايه اهميه دلوقتي الاتفاقيه دي، وهل بالفعل تم استلام اول دفعه اللي هي 250 مليون جنيه؟ ده فعلا ده حقيقي، دي منحه 200 مليون دولار، والنهارده ان شاء الله هنوقع برضو على اول دفعه اللي هي ما يوازي 250 مليون جنيه. ودي طبعا بمناسبه ان السنه دي عام الشباب، ومناسبه ان احنا حريصين مشاركه الشباب في كل المشاريع القوميه، وحريصين على ان المشاريع الصغيره والمتوسطه يكون لها دور فعال في التنميه الاقتصاديه في الفتره القادمه. فدي ان شاء الله هنوقعها النهارده، والدفعه الاولانيه هتكون هتضخ النهارده، وهندي اولويه زي ما حضرتك قلتي بالظبط للمناطق اللي هي في نسبه البطاله اعلى في الشباب، زي منطقه الصعيد ومنطقه سينا، وبالاخص طبعا المراه والمراه البدويه، لان دي من ضمن الحاجات اللي احنا كنا طالبوا بيها واحنا في الزيارات الميدانيه. يعني بالفعل هذه الاهداف تم تحديدها، اللي هو البدء بالشباب زي ما حضرتك برضو ذكرتي، وصالح مشروع 1.5 مليون فدان، ولتطوير وتنميه المراه البدويه. ده صحيح، لانه مهم جدا ان يكون لما بنتكلم على 1.5 مليون فدان يكون في مشاركه برضو للمشاريع الصغيره والمتوسطه، لان هي دي في الاخر اللي هتعمل فرص عمل للشباب، مش بس المستثمر واللي بيقدر يتملك بالفدادين، بس برضو بيوفر فرص عمل للشباب في المناطق المجاوره، ودي حاجه احنا بنركز عليها في الفتره القادمه باذن الله. باذن الله دكتوره سحر نصر، بس خليني فعلا اقول لحضرتك انه في مجهود حقيقي واضح من 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 وزاره التعاون الدولي اللي حضرتك طبعا بتراسيها حاليا، وربنا معاكم ان شاء الله بالتوفيق، ويتم استثمار كل الاموال دي باذن الله يا رب في مشاريع تفيدنا كلنا. جزيل الشكر لحضرتك ان شاء الله. دكتور سحر نصر، وزيره التعاون.